الخبر الطاغي والكبير والمسيطر اليوم على مشهد الإعلام في السعودية وفي أماكن كثيرة على مستوى العالم هو صندوق الاستثمارات العامة واستراتيجية هذا الصندوق التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان في كلمته. قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن مستقبل الاستثمارات سوف يكون متنوعاً ومختلفاً خلال السنوات القادمة. نستهدف أن نرفع القيمة قيمة الأصول تحت الإدارة من تريليون وخمسمائة مليار إلى أربعة تريليون ريال سعودي في نهاية عام 2020. الاستثمار في المشاريع الجديدة المحلية كما ذكر سمو سيدي في كلمته سنستثمر تريليون ريال خلال السنوات القادمة في مشاريع جديدة وليس استثمار فقط في الاقتصاد المحلي بل هي مشاريع جديدة. نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق ستكون 21% بينما كان خط الأساس في عام حتى نهاية 2020 هو 15%. كما أكد أن هناك عائداً مالياً وأثراً اقتصادياً كبيراً سوف يخلقه الاستثمار خلال الأعوام المقبلة. أما الأثر الاقتصادي المتوقع فستكون المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.1 تريليون و200 مليار سعودي بشكل تراكمي، وسيتم استحداث وظائف جديدة بمقدار 1 مليون و800 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. طبعا أحب أذكر أنه تم استحداث 331,667 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في المرحلة الأولى من برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الفترة ما بين 2018 وحتى نهاية 2020. يملك